أخبار ثانية من أونلاين. مشاهدي الكرام أهلا بكم. أكد وزير الخارجية سامح شكري أن مصر عازمة على محاربة الإرهاب، كما شدد على ضرورة تعاون المجتمع الدولي لمحاربة تلك الظاهرة. وخلال كلمته أمام منتدى حوار المتوسط بالعاصمة الإيطالية روما، قال شكري أن الحكومة المصرية تبني المشروعات التنموية في سيناء للنهوض بها ضمن إطار مكافحة الإرهاب، وأضاف أن التنمية الاقتصادية يمكنه أن تحصن المجتمعات ضد الفكر المتطرف. كما قال وزير الخارجية خلال منتدى حوار المتوسط أن هناك منظمات تقدم الدعم المالي واللوجستي للجماعات التي تقوم بتهريب الأسلحة والبشر عبر البحر المتوسط وتحديدا من خلال الحدود الليبية. كما أكد ضرورة تضافر الجهود لقطع الإمدادات عن تلك الجماعات للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية. إن معظم هذه العمليات هذه المعلومات هامة جدا. هناك منظمات ولديها أنشطة وتقدم الدعم المالي وكل أنواع الدعم اللوجستي من أجل العمل على تهريب الأسلحة والبشر كذلك في هذه المنطقة من خلال استغلال هذه المنطقة وهذه الحدود. وأيضا ومرة أخرى فإن لدينا القدرة على مراقبة كل هذه العمليات. نحن علينا هنا أن نعمل معا من أجل قطع كل الإمدادات والتمويل عن هذه الجماعات التي تعمل على تهريب البشر وهذه منظمات إجرامية دولية وهي معروفة وتم تصنيفها كنظامات إرهابية لجانب أيضا الأمم المتحدة. لهذا فإن مصر دائما تعمل على استضافة أيضا الملايين من اللاجئين من المجتمعات التي تتعرض لأنظمة وحالة مثل اللاجئين السوريين وغيرهم نظرا لمسؤولية مصر من تجاه الدول المنطقة. ولكن ليست هناك ما يدعى بأنه أماكن احتجاز، ولكن الناس تعمل بصورة حرة ومن خلال تقديم الدعم ونعمل على حماية أيضا أرواحهم. نحن نسعى من أجل تحقيق حياة آمنة وكريمة لهم وبصورة شاملة. هذا وقد أضاف شكري أن هناك جهودا كبيرة تبذل بين مصر وليبيا للتوصل إلى حل سياسي للأزمة وإرساء الثقة بين الفرقاء الليبيين. كبيرة ما بين مصر وبين ليبيا، ولكن هناك أيضا جهود تبذل على مستوى كبير من أجل عمليات أيضا الإصلاح الحل السياسي ومن خلال الحوار داخل ليبيا. مصر تساعد وتساهم بصورة كبيرة من أجل زرع الثقة بين الشمال والجنوب وبين الفصائل المختلفة ومن أجل الوصول إلى اتفاقية سياسية عادلة من أجل لجميع الأطراف الليبية. ومن أجل نعمل مصر بصورة هناك اتفاقية الصخيرات والتي تم التوصل إليها، وكانت مصر هي الحاضر في هذه الاتفاقية وعقدت اتفاقيات عديدة في مصر واستضافت عدة لقاءات من أجل مساعدة الليبيين أيضا ومساعدة كذلك القوات الجيش الليبي. ولدينا القدرة هنا أيضا في من خلال القاهرة على بناء الثقة بين كل الأطراف من خلال عملية سياسية في ليبيا ومن أجل إعادة البناء وهيكلة مرة أخرى للقوات الليبية. وفيما يخص ملف السياحة، دعا وزير الخارجية سامح شكري السياحة إلى التوافد لمصر، كما أكد أن مصر قبلة آمنة للسياح. من خلال أيضا دعم السياحة، الشعب المصري لديه دائما حسن استقبال للسائحين وللأجانب وحسن ضيافة ويقدم دائما الدعم والمعاونة. مصر هي ملاذ آمن أيضا للأجانب وللسائحين، ومن ثم تتطلع مصر إلى نوع مزيد من الأعداد السائحين القادمين لمصر، لأن مصر وكما تعلمون هي دولة آمنة ومستقرة ولديها تاريخ طويل وعبر آلاف السنين، وهي
ولدينا أيضا تعاون ولدينا حضارة قديمة إغريقية ورومانية وتركية، وإذا هناك جنسيات متعددة، وكما قلت فهناك أصول وعائلات تعيش في مصر كانت لها جذور إيطالية أو يونانية أو تركية. كما أضاف شكري أن مصر تحترم مختلف المقترحات من أجل الدفع بعملية السلام، وأنه عند توفر الخطة ستنسق القاهرة بين واشنطن والفلسطينيين والإسرائيليين لتنفيذها. نعم، نقدم أيضا التعاون بقدر المستطاع، وأيضا نتعامل أيضا مع شركائنا الأمريكيين نحو تحقيق هذه المبادئ من أجل إنهاء ووضع حد لهذا الصراع الدامي والطويل بين الفلسطينيين والإسرائيليين عبر تاريخ طويل. وأيضا هذا صراع دائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين، ومصر دائما تقدم يد المساعدة والدعوة. نحن نحترم كل الآراء ونحترم مقترحات الإدارة الأمريكية. هناك مبعوث الأمريكي الخاص بعملية السلام في المنطقة من أجل عرض رؤية الأمريكية والخطة الأمريكية التي يتم عرضها لكلا الجانبين، وبمجرد ظهور الخطة وتطبيقها على أرض الواقع ستكون لدينا الفرصة للتنسيق مع الولايات المتحدة والإسرائيليين والفلسطينيين. وفي السياق التقى وزير الخارجية سامح شكري نائب رئيس المفوضية الأوروبية الممثلة الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي على هامش مشاركتهما في أعمال منتدى الحوار المتوسطي الذي تستضيفه العاصمة الإيطالية روما. وقال المتحدث الرسمي للوزارة المستشار أحمد أبو زيد أن الطرفين ناقشا خلال اللقاء الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وأوروبا يقترب من 30 مليار يورو. كما شهد اللقاء أيضا بحث العديد من الملفات الإقليمية على رأسها الأزمة الليبية ومكافحة الإرهاب، حيث شددت موغيريني على الموقف الأوروبي الداعم لمصر في الحرب على الإرهاب، مجددة إدانتها وسائر المؤسسات الأوروبية للحادث الإرهابي الغادر الذي وقع بمسجد الروضة شمال سيناء الأسبوع الماضي. وعلى هامش مشاركته في منتدى حوار المتوسط بروما التقى وزير الخارجية شكري نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي أحمد معتيق، حيث أكد شكري خلال اللقاء على دعم مصر لكل الجهود التي تهدف إلى تحقيق التوافق الوطني بين الليبيين. قال شيخ الأزهر أحمد الطيب في كلمة من مسجد الروضة بسيناء عقب صلاة الجمعة إن شهداء الحادث في الفردوس الأعلى يتنعمون مطمئنا ذويهم بأنهم لم يعانوا من آلام القتل ما يعانيه كل القتلى، مستندا على رواية الرسول عليه الصلاة والسلام أن ما يجد الشهيد من ألم القتل إلا كما يجد أحدكم من ألم القرصة. ولستم أيها الصابرون والصابرات من أهل قرية الروضة بحاجة إلى التذكير بالمنازل العظيمة من الفردوس الأعلى التي يتنعم فيها الآن شهداؤكم من الآباء والأبناء، ولا تظنوا أن هؤلاء الشهداء الأبرار عانوا من آلام القتل ما يعانيه كل القتلى من الألم، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما يجد الشهيد من ألم القتل إلا كما يجد أحدكم من ألم القرصة. وخلال كلمته عقب صلاة الجمعة وصف شيخ الأزهر أحمد الطيب المعتدين على المسجد بأنهم خوارج وبغاة ومفسدون في الأرض، لافتا إلى أن النبي وصفهم بحداثة السن وسفاهة العقل وسوء الفهم، كما أمر عليه الصلاة والسلام أيضا بقتلهم وتعقبهم. أما القتلة الذين اجترؤوا على الله ورسوله وسفكوا هذه الدماء الطاهرة في بيت من بيوته فهؤلاء خوارج وبغاة ومفسدون في الأرض، وتاريخهم في قتل المسلمين وترويع الآمنين معروف ومعلوم، وقد وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأوصاف لا نزال نتعرف عليهم من خلال هذه الأوصاف. وصفهم بحداثة السن في إشارة إلى طيشهم واندفاعهم وجهلهم، ووصفهم بسفاهة العقل
وسوء الفهم، وحذر من الاغترار بمظهرهم وبكثرة عبادتهم، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم وتعقبهم، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم وتعقبهم. كما شدد شيخ الأزهر أنه يجب على ولاة الأمور شرعا أن يسارعوا في تطبيق حكم الله في منفذ الهجوم على مسجد الروضة وأمثالهم في من يسعون في الأرض فسادا، كما أكد أهمية اتحاد أهل سيناء والشعب المصري يدا واحدة في وجه الإرهاب. ومن هنا فإنه وجب وتحتم على ولاة الأمور شرعا وأمانة ودينا أن يسارعوا بتطبيق حكم الله تعالى بقتال هؤلاء المحاربين لله ورسوله والساعين في الأرض فسادا حماية لأرواح الناس وأموالهم وأعراضهم. وعلى أهالي سيناء هذا الجزء المقدس من أرض مصر والذين يعانون من هذا الإرهاب أكثر من غيرهم، بل على شعب مصر وعلى مؤسسات الدولة كلها أن تكون جميعاً على قدر المسؤولية والتحدي في مواجهة هذه الحرب الشرسة وهذا الوباء السرطاني الخبيث. هذا كما أكد عميد كلية أصول الدين عبد الفتاح العواري خلال خطبة الجمعة أن الشهداء الأبرار الذين اغتالتهم يد الخسة والندالة هم أحياء عند ربهم يرزقون، كما أكد أن مكانة الشهيد عند الله لا تسمو عليها منزلة سوى مكانة الأنبياء عليهم السلام. إن شهداءنا الأبرار الذين اغتالتهم يد الخسة والنذالة الذين امتدت إليهم أيدي إخوان الشياطين هم أحياء عند ربهم يرزقون، تجرى عليهم أرزاقهم، يصرحون في الجنة كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، لا تحبس أرواحهم في قفص الأبدية وإنما يصرحون ويمرحون لأن الله رضي عنهم. اقرأوا إن شئتم قول الله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. إن منزلة الشهيد عند الله لا تعلوها منزلة ولا تسمو إليها درجة سوى درجة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، ومن جاء ذكرهم في الآية الكريمة التي تلوناها عليكم. كما قال الدكتور عبد الفتاح العواري عميد كلية أصول الدين خلال خطبة الجمعة من مسجد الروضة ببئر العبد إن بلدة الروضة مؤمنة طيبة أراد الله أن يصطفي منها الشهداء لأن الله يحبهم. إرادة الله تبارك وتعالى وقدر الله تبارك وتعالى شاء أن يحط برحالكم أيتها البلدة المؤمنة، فأنتم كما قال الله في مثيلاتكم وأمثالكم بلدة طيبة ورب غفور. أراد الله تبارك وتعالى أن يصطفي من بينكم شهداء ويتخذ منكم شهداء. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى يحبكم فأنتم عباده وأنتم أهله. نواصل أخبار الثانية من أونلايف، حيث أعلن وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل أن الصادرات المصرية إلى روسيا الاتحادية حققت زيادة كبيرة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، حيث بلغت قيمة الصادرات خلال تلك الفترة 421 مليون دولار مقارنة بنحو 327 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وبمعدل زيادة بلغت 28.5%. كما أشار قابيل إلى أن السوق الروسي يمثل أحد أهم الأسواق المستهدف زيادة الصادرات المصرية إليها، خاصة في ظل الاستعدادات الخاصة ببدء محادثات اتفاق التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الاقتصادي الأوراسي الذي يضم إلى جانب روسيا أربع دول أخرى هي بيلاروسيا وكازاخستان وأرمينيا وقرغيزستان.
نشرتنا متواصلة وفيها بعد هذا الفاصل. ديمستورا يؤكد أن مباحثات جنيف لم تتطرق إلى مسألة الانتخابات الرئاسية في سوريا. عودة إلى أنباء الثانية، أهلا بكم. أعلن التلفزيون السوري منذ قليل انتهاء الجولة الثامنة من مباحثات جنيف بعد لقاء الوفد الحكومي مع المبعوث الأممي. وبدوره قال ستيفان ديمستورا إن مباحثات جنيف لم تتطرق إلى مسألة الانتخابات الرئاسية في سوريا، وأنها ركزت فقط على المبادئ الاثنتي عشرة التي لم يكشف تفاصيلها. لم نناقش قضية الرئاسة في سوريا، نحن نناقش المبادئ الاثنى عشرة، وسترون أن هذا الطبيعة واسعة لكن لها تأثير على كل شيء في الدستور المستقبلي، وهو أمر ضروري لأنه يشير بالفعل إلى ما قد يكون رؤية مشتركة لسوريا التي يريد أن يعيش فيها السوريون. تتجه أنظار الملايين في الخامسة من مساء اليوم إلى قاعة الشرف بقصر الكرملين في روسيا، وذلك لإعلان قرعة بطولة كأس العالم التي تستضيفها روسيا خلال الفترة من 14 من يونيو إلى 15 من يوليو عام 2018. أباء وتترقب الجماهير المصرية بالطبع مراسم سحب قرعة المونديال التي تحدد المجموعة التي سيلعب بها المنتخب الوطني. أقل من 200 يوم على انطلاق الحدث الكروي الأكبر في العالم، على 12 ملعبا في 11 مدينة روسية تشهد منافسة شرسة بين نجوم الساحرة المستديرة. التفاصيل في التقرير التالي. تستضيف روسيا نهائيات كأس العالم 2018 لكرة القدم في 12 ملعبا موزعة على 11 مدينة. يستضيف ملعب لوجونيكي في موسكو 7 مباريات من بينها النهائي والمباراة الافتتاحية، وخضع الملعب لعملية إعادة بناء شاملة منذ 2013 لزيادة سعته إلى 81 ألف مشجع. ويستضيف ملعب سبارتاك موسكو 5 مباريات من بينها واحدة في دور 16. ويستضيف ملعب سان بطرسبرغ الذي استغرق تشييده 10 سنوات 7 مباريات في كأس العالم من بينها مباراة في دور 8. أما ملعب كازان فقد افتتح في عام 2013 وسيستضيف 6 مباريات في كأس العالم من بينها مباراة في دور 8. أما ملعب سوتشي فسيستضيف 6 مباريات في المونديال من بينها مباراة في دور 8. ملعب نيجيني نوفغرود المشيد حديثا والذي يسع 45 ألف مشجع يقام عليه 6 مباريات من بينها مباراة في دور 8. ويجري العمل على قدم وساق في ملعب كيلينينغراد الجديد الذي يسع 35 ألف مشجع والذي سيستضيف 4 مباريات في دور المجموعات بكأس العالم، بينما يستضيف ملعب فولوغوغراد الذي يسع 45 ألف مشجع 4 مباريات في دور المجموعات. ملعب روستوف الذي يقع على الضفة اليسرى لنهر الدون ويستضيف 5 مباريات من بينها مباراة في دور 16. ملعب إيكاترينبرغ الذي خضع لتحسينات كبيرة من أجل استضافة 4 مباريات في دور المجموعات الصيف القادم. أما ملعب سمارة سيستضيف 4 مباريات في دور المجموعات ومباراة في دور 16 ومباراة في دور 8. وأخيرا ملعب سارانيسك الجديد والذي يقع في أصغر مدن روسيا المستضيفة لكأس العالم فيحتضن 4 مباريات في دور المجموعات. نشر رئيس الحزب الشعبي الجمهوري التركي المعارض كمال كلتشدار أوغلو أمام الرأي العام التركي كشف وثائق تتعلق بملايين الدولارات التي أرسلتها أسرة الرئيس رجب طيب أردوغان وأقاربه خارج تركيا. تأتي هذه الخطوة بعد أن تعهد الرئيس أردوغان بتقديم استقالته إذا ما أثبت زعيم المعارضة وجود أي ممتلكات له أو لأقاربه خارج تركيا. نظمت مؤسسة بكرة لينا مصر أولا وأخيرا مبادرة ضد الغلاء بعدد من المناطق في حلوان، وذلك لخدمة المواطنين الغير قادرين، حيث شملت تلك المبادرة مواد غذائية وبيعها بنصف الثمن. وبحسب بيان صادر عن المؤسسة أشاد المواطنون بأهمية تلك المبادرة. مشاهد الكرام، ننتقل إلى جنيف حيث كلمة السيد بشار الجعفري رئيس الوفد السوري، وذلك عقب الجولة الثامنة من مفاوضات جنيف الخاصة بالقضية السورية. لذلك
سيما وأن البيان لا يأخذ بعين الاعتبار التطورات السياسية والعسكرية التي حدثت منذ أيام الإبراهيمي كما تذكرون وإلى الآن. ولذلك نحن نقول بأنه عودة إلى الوراء، إعادة محاولة يائسة من شارك في اجتماع الرياض لإعادتنا إلى المربع صفر، إلى أيام الإبراهيمي. وهذا الكلام يعني محاولة جدية لتقويض مهمة المبعوث الخاص السيد دمستور. على كل حال، خلال هذه الجولة كان في تركيز جاد من قبلنا ومن قبل الأمين المبعوث الخاص حول ورقة المبادئ الأساسية للحل السياسي، المبادئ الأساسية للحل السياسي يلي هي اختصارا تسمى ورقة المبادئ 12. هذه الورقة بالنسبة لنا كنا قد قدمناها كما تذكرون في شهر آذار مارس الماضي، يعني من 9 أشهر، وطلبنا من المبعوث الخاص أن يطرحها على الأطراف الأخرى ويعود إلينا بردود أفعال على هذه الورقة، وطلبنا أن تكون هذه الورقة هي أساس للنقاش. طبعا بين شهر آذار والآن جرت عدة جولات لجنيف، وكنا في كل جولة نسأل المبعوث الخاص ماذا حصل لورقة المبادئ الأساسية ورقتنا، فكان الجواب دائما إنها أنا أحتفظ بها في جيبي حية، وكنا نمزح معه ونقول له انتبه ما تعضك الحية، لأنه باللغة العربية كما تعرفون كلمة حية تأخذ معنيين. كان يعدنا دائما بأنه في الجولة القادمة سنعود إليكم بردود أفعال الأطراف الأخرى، ولم يفعل ذلك إلى أن جئنا إلى هذه الجولة فوجدنا أنه يطرح علينا هو ورقة مبادئ أساسية من دون أن يتشاور معنا مسبقا بحكم ولايته كوسيط، قبل أن يطرح أي فكرة يجب أن يناقش مع الأطراف أفكاره، إذا حصل توافق في الرأي يحولها إلى ورق. هذا الأمر لم يحصل. لماذا نصر على ورقة المبادئ الأساسية؟ لأنها هي المدخل لبناء ثقة وطنية، هي المدخل الأساسي الذي يسهل إيجاد حلول للمسائل القائمة. يعني باللغة البسيطة هذه الورقة تهدف إلى بناء قواسم مشتركة، قواسم مشتركة ذات صفة وطنية، امتحان لنوايا الجميع. لاحظنا مع الأسف أن المبعوث الخاص كما شرحت لكم قبل قليل قد تجاوز ولايته بطرح ورقته الخاصة علينا، وطلب أن تكون ورقته هو أساسا للنقاش، يعني طرح ورقة بديلة عن ورقتنا. هذا إجرائيا تجاوز لولايته كوسيط. نحن لا نتفاوض مع الوسيط، وإنما نتفاوض عبر الوسيط، من خلال الوسيط. إذن نحن الاعتراض ليس على مضمون ورقته، لساتنا عم نحكي بالشكل، ما عم نحكي بالمضمون، نحن عم نحكي من ناحية المبدأ، عم نحكي من ناحية الشكل، ما دخلنا في المضمون. بمجرد أنه هو يطرح هيك ورقة فهذا يعني أنه تجاوز ولايته ولم يحصل على توافق في الرأي مسبقا حول ما لديه من أفكار. هلأ حسب القواعد والإجراءات اللي بتعرفوها في الأمم المتحدة، باعتبار نحن بنشتغل تحت مظلة الأمم المتحدة، هو مبعوث خاص للأمم المتحدة، ما هيك؟ حسب القواعد الإجرائية لعملنا في الأمم المتحدة، من يقدم ورقة قبل الآخرين يتم البت في هذه الورقة قبل أوراق الآخرين، بمعنى التسلسل الزمني، هذا اسمه في الأمم المتحدة. لما بتقدم ورقة أنت أولا تبحث ورقتك ومن ثم تبحث أوراق الآخرين، فنحن كمان عنا موقف قوي إجرائي يستند إلى قواعد العمل في الأمم المتحدة، لا سيما وأن نحن قدمنا ورقتنا كما قلت لكم في شهر آذار، يعني من شهر آذار مارس الماضي صار لها 9 شهور الورقة، 9 شهور وحاططها في جيبته.